ما يقول من 15 مرة يعني فرقة جديدة اليوم مع القضية ديال ولد القرية وهاديك العامرة فخاوية اللي دير ليهم فهمت العامرة فخاوية فهمتي عالشعب راه شعار مشعار فهمتني شعار مشعار الدولة كنقولوا الله الوطن الملك الوطن كنبغيو حتى الملك ديالي يعني ولا هو بيسي ديال المقاليم فهمتي يعني خليني بدوك مقاليم اللي تنشوفو بحال في اليوتيوب وداكشي ديال فهمتي هاد المغاربة دابا هادي ما كاين شي كوبل يعني مجوج تيخرج لك و تيدير لك يعني المقاليم مقاليم في زوجي يعني طالع في الدروج خواج عليه الطحين فهمتي ولا دارت ليه الزيت حدا الباب يعني طاع داتو يعني المستعجلات و مرقابو حتى فين يداو فهمتي يعني اش نقول ليكم هادشي كامل يعني ولادك مقلب خيانه زوجي ولا زوجتي تخونوا لي وداك التخربيق فهاديك لي تيدخلوا بيه المغاربه يعني الفلوس والله يحسن له والو الله يسهل له اي واحد ولكن هاد المقاليم هذا واحد النيفو ديال فهمتي ديال التفاهه ولكن احسن مقلب هو هادي هي الود القريه فهمتي القالب ديال العامره فخاويه فهمتي داكشي ديال رونالدو فهمتي يعني القيله يعني اللي اللي يعلق على ذاك الحدث راه يعلق عليه بحال عصام الشوالي ديال ديك اللعيبه ديال الولعيب ولي يا هذا قوة الكبير أتشككون أتنتقدون لماذا أنتم عنه حاقدون وله كارهون يسجل بالرأس يسجل باليمنى يسجل بيسراه يتفنن يستعرض بالرأس يلك مسألة ديال الولقرية عاورة في خاوية هذا تكنيك قديم وديال الحبازة وكاين واحد تكنيك اخر كاين سكيف روناري فهمتي يعني ملي تجي ضربك تخوي لي ليك سكيف روناري تطلع وتضرب تجي كاين في البوكس وكاين عاوتاني سكيف روناري فهمتي تجي ضربة هكا وتمشي روناري وتدوز فهمتي ولكن ضروري تنزل شوية لتحت فهمتي Yeah, and you're at least, as you said, lots of jabs, nothing landed. However, Canelo is moving and not punching. يعني هادو دي تكنيك يعني بحال تقول استعملوا يعني ود القريه اللي يعني ماشي صيد يعني هادو ولاد الحار فهمتي وجالسين حدا زعما وفرحانين فهمتي بها قال لهم تداك الصوبه كنت ناكل الصوبه ديال سيدنا وسيدي هو اللي كان تيوكلي في الحبس بداو تيضحكوا بغيتي نفهم هاد ود القريه شنو ديجا قبل قلت لكم ما يعيش الملك انا راه كنقول عاش الملك من نهار خلاقيت انا اصلا كبس في الحبس انا كل غصب بد الملك شكون صرف عليا في الحبس واحد اخر صرف عليا ازول صرف عليا غير الملك في الحبس راه ود القريه ود الحبس حنا راني هذيك صاحبي طيحوني في شي اقوى المقهي يدي درك خاطرك فهمتي يدي تيبغيو يشوفوا بنادم بدلول فهمتي حتى انا تصدمت في الصالح يعني هذا مستوى اخر في يعني في اللعب فهمتي مستوى اخر يعني نيفو طالع بزاف دابا ولقية يعني برو فهمتي يعني الا جينا يديرو مقارنة يعني مع كرة غيكون هو رونالدينيو هادي المقاليم هذا قوة الكبير أتشككون أتنتقدون لماذا أنتم عنه حاقدون وله كارهون يسجل بالرأس يسجل باليمنى يسجل بيسراه يتفنن يستعرض بالرأس فهمتي وديال القوالب فهمتي حيت يقول لك سبع من تيجرب يعني تيخوروا القروضة وجيت حيت هو دابا في المغرب تيعتبروا رحلة وبحال ولد القرية بحالي بحال بزاف ديال الناس تيعتبروا المواطنين كاع جميعا تيعتبروا قروضة فهمتي قروضة فغابة خصهم يعطيو غير البلال والقوالب والزين وهادي وسكتو هادي ويعيشو إذا اللي قالو هما تيعتبروا قروضة وتيعتبروا مؤخرات هي الحقيقة يعني سبوعة إذن سبع فاش يجرف تيخوروا القروض وهذا ما حدث فعلا يعني تما يعني تخوير هاد
فهمتيني الذي هاد الناس اللي تيعتبروا راسهم يعني سبوع وهذا بكي حتى جيت نهضر على قضية ديال الزعم يعني خرج بهذاك يعني فاش خرجوا ولد الكبير قال لهم الله الوطن الملك وكاين غير الله الوطن الملك وعطاو يعني بطاقة صحفية يعني خرج مورا الزعم قال لك هذا هو فراسي يعني ما فراسو والو يعني انت ماشي خليك تعطيكش يعني حتى ادنى ديال الشك يعني ماشي يعطيكش مجال ديال الشك باش انك تشكك يعني انا بخت من الاول ميمكنش يعني جيري يكون مسحيح لي لو تيدخلش للدماغ فهمتي يعني بلا تيدوخ والله صدق يعني ممثل ديال الدراما واعر يعني قد نختاره يعني يمثل يعني في هاد الافلام ديال التواركا وداكشي ديال يعني الدراما التركية ولا المكسيكية ولا حتى الدراما الامريكانية تيفكرني بجيري ماغواير فهمتي رجو ديك فيلم ديال جيري ماغواير هاديك What can I do for you, Rod? Show me the money. Show me the money! Show me the money! Anybody else would have left you by now. تيفكرني فيه يعني ذا واحد دراما ديال Where is the money فهمتي Where is the money? I don't know. فهمتي بلغة فهمتي والقرية has is a traitor بلغة فهمتي is a fucking rat فهمتي التي يهضر بحال الطاليين يدوك ديال صحاب نيويورك وديك جيب والقرية is a fucking mob is a fucking ratting on us he has sold us like fucking rats on the fucking market بلغة فهمتي هذا عجبني هذاك الدور ديال الزهر اللي كان دور لافت سبحان ربي فهمت يعني هذا يستحق لي الاوسكار السلام عليكم بالنسبه للناس اللي كيسولوني واش بصح المرصو ديال العشاب الكاميرا كاشي ولا ديجا قلت بان كل واحد فينا كيتحمل المسؤوليه كنت في اذاعه اللي هي عالميه دي دبليو ارمانيه كل واحد فينا كيتحمل المسؤوليه ديال الكوبلي ديالو كل واحد باش كيفسر الكوبلي ديالو انا باش نهضر غنهضر على الروفران حيت انا اللي كاتبو ونهضر على الكوبلي ديالي ونهضر على السميه ديال عشاب حيت انا اللي مسميه ما كاين لا كاميرا كاشي لا والو عشاب وعاش اللي درويش بالنسبه للكريا علاش دار الانترفيو وعلاش قال داك الهضره انا بحالي بحالكم مازال ما جلست مع اطابل باش نعرف بالضبط شنو كاين الله يحسن العوان هادشي اللي نقدر نقول في هاد المسألة هادي والحرية القناوي والسلام عليكم عشان والأوسكار هاد السنة دي أوارد جوز تو تو الزهر القرية هذاك يعني هذاك خصو شي مية أوسكار لأن باش تجلس سبة بين حبيكا وأدابيكا وبعقليكا خصها تكون دار شي جوار ولا فهمتي ولا نعرف يعني شي قنبولة ولا شي لي فهمتي أنا كون كنت بدو كون نعرف شي طون به فهمتي هذا باش تونكاجا في هاديك الشي فهمتي وديك تلت أيام كاملة بقا سكران فهمتي باش ينسحق نخرج ليهم بالحجج والبراهين أنا عجبتني ديك القضية فاش خرج من اليوم ديك اليوم ويطو 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 فهمتي بالصورة باش منين نخرج دابا ما عندهمش كيديرو ينكرو ولا يقول لك لا ماشي حنا عطيتهم امامكم في الصوره كيشوفهم في الفيديو ولد القريه ولد الشعب في الوسط الاخر من هنا فويل وخريف دايرين مع بنتين دايرهم بجنابي دوك العباد هادي ويطو 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 يعني دوك القروده اللي كجالسين هنا يعني قروده هما الصراحه قروده هو واحد فاصله ديال ما عرفتش في الجيني ما يقدروا يكونوا خازني يعني حتى القروضة حسن من هذوك البشر المخزين يو هذا ما كان يعني أنا الصراحة ما عندي ما يقول لي يعني ما عندي ما يقول لي براو أنا تنحاول من هنا تنقول نداء للمخرجين ديال السينما العالم كامل باش نقول لهم ولد القرية ديكور زار مبتلين ماهرين هما روا با ومبتلين يعني باك بلوس هل تقول باك بلوس تروا ولا باك بلوس شي ليبا فهمتي
شي حاجه بلوس يعني مطلوبين هادو يعني خصهم يمشيو لهوليوود ماشي ديال ديك البلاد يا المهم حتى هي هادي واش نقول لكم هذا هو الفيديو اللي كان الا بغيت انا نعلق عليه بواحد الطريقه يعني فيها 8 دقائق 7 دقائق دابا غادي ل 8 دقائق ما بغاش نزيد فيه فهمتي يعني حتى هي هادي ونشوفكم شي فيديو اخر و يجي الشعب ودي بالشعب فهمتي ودي هي هادي